سيد مصطفى وكاد كيف لازم لازم السؤال هذا يطرح للابيض تسأل سؤال في هذا ما عندناش باش تحب طول سكون فالي إذا كان السؤال اللي زرت أنا ما سفرهوش في الأول لو كان ماركا وبيكاريفا باليد ما سفرهاش ومو طرفش تنسك الإكيب تاعنا عطات وجه مشرف إن شاء الله إذا بيان جوي إذا إيتي كوبي دون لو ريلون معليش ان شاء الله on va continuer dans ce dans ce dans ce sens ان شاء الله حاول ان يكون معك رشيد بلحوت في اول مباراه في البطوله في مواجهه فريق السابق وفاق سطيف نقول ان خاطر يمكن ساعد المدرب رشيد بلحوت مدرب شبكه القدائم اول مباراه في البطوله في المحترفه الوطنيه الاولى كيفاش تقيم مستوى اللاعبين وكيفاش تقيم المباراه بون في الشوط الشوط الاول نقول بلي لعبنا شوي لورا مي كان درنا دابا كيلكي بيل زاكسيون الشوط الثاني هضرنا في الفيسير في لاميتون قلنا بلي غادي نوصلنا نسقط لها شوي وعلى الميليو تيران تندك يطلع شوية بون لعبنا كورنا البالون عندنا لي زوكازيون نورمالمون نقدروا نديروا لا ديفيرونس افيك ان او دو بوت في مالوريزمون وصل دقيقه 30 سكوند الاخرين بون هذا يعني ماشي سوبا كاتاستروفيك ماشي باهيه بور لي جوغ بور لو بوان مي في الماتش كامل نقول لي جوغ يعطيهم الصحه بون عادوا يلعبوا شويه بالريتم وبالفرحه ان شاء الله نزيدوا في مقابلات اخرين كما لعبنا اليوم. ان شاء الله. اذا عبد الغني هذا هو رشيد بلحوت مدرب حققت نقطه ثانيه هنا بملعب اول نوفمبر في جوزو كيفاش تقيم اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من اليوم كي جينا لهنا كي جوزو جينا بالحق والنتيجه. والحمد لله يعني كانت مباراه جميله ما بين شبيبه القبائل وفاق سطيف. تسيطر عليها شويه شبيبه القبائل احنا هذا هو جينا على الاساس باش نسكروا المساحات باش شبيبه القبائل ما يقدروش يفوتوا ويشوفوا اون بروفوندور ونلعبوا بالكونتر على جهه جابو وجلو من السوتيان تاع مترف وبو عزه بون عقدت بون في المرمي كونس نوطون انا في شونجمون تاع كوتي تاع يخلف وين كان ان بو فاتيكي وخفنا من يونس بعيد لنا بونجي مي مالغري سا دار لنا بونجي كان الكوتي دروا هذاك اللي وين تسجلين الهدف وين راني نقول انا ممكن لي انا الهدف راه 2% راه ضعيف تاع التسلل ولكن هذه هي كرة القدم لازم الأحسن يلعب ولازم يأمن وحنا آمنا ورا الهدف اللي تسجل علينا درنا تغيير تاع من زوج مهاجمين القدام ووفقنا ربي وجبنا التعادل وهذه هي كرة القدم. شكرا كمال عبد العالي هذا هو كمال عبد العالي المدرب وفاقي سطيف انتظار فريج باكرين رشيد بن حوت مدرب شبكة القدم فريج باكرين